تعاقد ريال مدريد الإسباني الصيف الماضي مع لاعب أتلتيكو مدريد تيو هرنانديز في صفقة أثارت جدلا كبيرا، خصوصا أنه لم تكن هناك انتقالات بين الجارين منذ سنوات. والمثير أن نجوم النادي الملكي لم يضيعوا الوقت قبل أن يستقروا على لقب الوافد الجديد، فاختاروا له اسم الطائرة، وذلك في إشارة إلى سرعته الهائلة بالكرة والتي أذهلت جميع زملائه منذ بداية الموسم. وسيكون لهرنانديز دور كبير هذا الموسم في مركز الظهير الأيسر، حيث سينافس البرازيلي مارسيلو الذي يعتبر أساسياً لدى زين الدين زيدان،